حنا كنعرفوا بان الكان عندها بزاف ديال الصفحات، ولكن هاد الصفحه بالذات ماشي ديال الكان. فاش كتبحث وكتقلب كتلقى بان الاصل ديالها ديال الهوك جالسين تيحطوا الخريطه ديال المغرب مبطوره كذا. هادشي كله الاخوان كيحاولوا على انهم يخلقوا واحد نزاعات بين المغرب وبين الكان. الحمد لله العلاقات بخير، والكان كتعرف بالصحراء المغربيه وفي ستيت اوفيسيال ديالها حاطه خريطه المغرب كامله مكموله الحمد لله. اخوان السلام عليكم، مرحبا بكم ثاني في فيديو جديد. اليوم الاخوان غادي نشوفوا خبر ديال بصر خريطه المغرب كامله من طنجه الى القويره من طرف صفحه الكاف. غادي نشوفوا الاخوان واش هاد الصفحه حقيقي حقيقه ديال الكاف ولا شي حاجه داخلين فيها الهوك. وكنظن الفكره راه وصلتكم الاخوان. كذلك غادي نهضروا على خبر ديال قطع الكهرباء من طرف الهوك على المغرب، وكنشوفوا بان الهوك متهيقين هاد الحاجه الاخوان. ما فراسهمش بان المغرب الحمد لله كيتمتع وكيحظى بواحد محطات وحقول كبيره ديال انتاج الكهرباء الطاقه الشمسيه، وقادر لانه يزود دول كبرى. كيبان لهم واقيلا حنا دابا الشمع الاخوان، يمكن حنا كنضويو بالشمع واقيلا. حنا الحمد لله في المغرب راه ما كيتقطعش علينا الدوره، بالعكس راه في الهوك هو اللي كيتقطع الدور الاخوان، وهادشي راه حنا كنشوفو في الفيديوهات. ما علينا الاخوان، تحياتي للناس اللي كيديروا لايك قبل ما كيبداو الفيديو، ومرحبا الناس اللي كتدخل جديده بس تشرفونا معنا في لاشين. خاوتي هذه محطه تاع طنجه، محطه طرقيه. شو الله يبارك على النظافه خاوتي، انا حاجه ليها بلاتي خاوتي. الجوده تاع الكيران هذه راه تهبل خاوتي، الكيران تاع ريال مدريد تاع الدار سيرونا خاوتي. ها تبارك الله، كلشي نظافة يعني، كيف الكيران كيف يعني المحطة كيف يعني البنية كل شيء راهو نظيف أخوي. ولكن اللي لازمك خويا العزيز عارف حاجة مهمة، وهو تدخل لازمك تكون هادي، لازم تكون هادي في المحطة هادي. هذا كل من أجل يعني تبقى الأمر يعني الامور نظيفه مرتبه. بارطاجيو الفيديو خاوتي وخليو رايكم في التعليق خاوتي. هذه محطه تبارك الله، دور مع راسك كل شرب. مادام كتقول كلمه الحق دور وشرب مع راسك، وكل شرب مع راسك سيبني والديك هانيه. نخب في الجزائر مفكرين مش كان الشعب انه المغرب يخوف، المغرب ما خلناش نتعداو على المحيط الاطلسي باش نبيعوا الغازنا، المغرب عنده معناتها امبرياليزم، معناتها عنده هيمنه ويحب يتوسع لانه مملكه سلطان مراكش. هذا يخوف الجزائريين وحتى النخبه الجزائريه بالنسبه للمغرب، لانه فما ملك ولانه فما رياده وقياده واضحه واستابيليتي، معناتها انه تجي حكومات هاو بن كيران هاو جات مرا في بلاصتو يمكن لا ما فما ما مش مهم، الملك شادد المقود، البوصله موجوده. ما لابش نعيطوا الملك وقت فما بلوكاج، الملك هو سينونيم انه اون ديبلوك لو بروبليم، ما عادش فما مشكله لانه الملك يحل المشاكل. الملك هو الغطاء الاقتصادي اللي هو يحل المشاكل. اخر مستثمر مغربي او تاجر مغربي اش تحب تعمل باش تمشي لافريقيا؟ لازمك طياره. ايبا لاغام معناتها الرويال اير ماروك، هذه الخطوط الملكيه المغربيه منتشره في افريقيا، وسهل برشا وقت باش تخرج من المغرب تمشي اي عاصمه افريقيه تحت الصحراء. اش عملت الشركات البنكيه والخدمات البنكيه المغربيه؟ مشات واستقرت في افريقيا اول باول، معناتها قبل الشركات الاقتصاديه التجاريه العاديه. نخب في الجزائر. او يسال عليك عمي تبون. مشى الاخوان هذا من الجهه ديال الهوك، واقف داك الجهه ديال الحدود ديال السعيدي وقاس شنو كيقول. وقال لك انا نقطع عليك الضو. وانا نقطع عليك التريسيتي والغاز. شنو قال له المغربي؟ عبر عليه والله، عبر عليه. زاد ماك حبيبنا مني. يقول عمي تبون.
اوقف وينك بحجارها انسوبه ما عندك كلش كلاشينكوف شو ما عندوش كلاشينكوف اسكت سو لكن كيدارو كيشي حجره عطي من هاد الجال اخوان ما كيبان لي لا بنايات لا لا شي حوايج كتبان لك ان البلاد راه كاين عطي كتبان من هنايا كتبان بحال غادي ترجع 200 سنه للور ثم ما عندك كلش قشيحه ديدي كاس القشيحه كيف تاخر بالقشيحه بصح ما عندناش قشيحه عندكم نتوما اين كنا واين اصبحنا بلادنا بدأت تخطو خطوات عملاقة في التصنيع وفي التصدير أصبحنا بالتقريب احنا الممول الوحيد اللي عنده هذه القدرات في افريقيا ونموله حتى اوروبا اين كنا هنا فين كنا فين ولينا شو يا اخوان واحد اللقطة هذه فين كنا فين ولينا لقطة من هوك في شارع هوكي شوفوا الاخوان غادي نسافر بكم عبر الزمن الى الماضي شوف شي حديد كيدوز ما بقاش الاخوان كيني في الهوك شوف شو الطاكسي الاخوان هذا خرج مصدوم وقال قال مالي انا رجعت للماضي ولا ها فين كنا فين ولينا كوب ضافريك شحال مازالها ديمو شهرين المرشح الاول 60% يديوها تحب ولا تكره المروك جارنا المروك 60% يديو كوب ضافريك تبقى هذيك 40% 20% مع السينيغال 20% 10% من الموفيد كاين المروك ومصر فوق هذا الزوج ماشي تخرج من هذا الباز تقول ذا لالجيري كتجي ليا تقولي لالجيري جاري لبلادك كيفاش نقول لك لالجيري دوزيام تور ماشي حتزيد كوب افريكا مع بالماضية دوزيام تور ماشي حتزيد ولا الحق دوزيام تور حدير انجاز ورايي متواضع كوب افريكا شحال مازالها هضرة معقولة الاخوان النشيد الوطني تاع المروك ثاني معلش صافي ما بقى له ما يدردر عاوز النشيد سير ثاني تاع بوزبير واش كاين بنادم هذا كريزي مان شكون اللي دار له اللحم شكون اللي خدمه واحد الزهر او خدمته من فرنسا اليوطي كلف كابران قال له خدم لي نشيد للمروك هذه البلاد هذه احنا هو اللي خلقها اليوطي هو اللي خدمها اللي بتقول عليه الست ده الست ده تسمع انت المرار كيجو يدخل يقول لك الجزائر أين كانت قبل الاستقلال الجزائر 62 فقط أصبحت دولة الجزائر أين كانت قبل الاستقلال سكي أهلي هذا اللي دار مونتاج ليس خوتي خليكم معايا تكتشفوا خوتي مهارات تكتشفوا خوتي ماذا تكتشفوا ماذا صنعوا الرجال في المغرب انظروا وتعلموا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الرحمن برشا شوف تخاف الاخوان ما شاء الله ما شاء الله والله يا خوتي راني نحس بروحي يا خوتي راسك يحبس والله يا خوتي روحي ابن تاعي لا يا خوي ربي حفظ انظروا ماذا صنعوا رجالي اخوتي الكرام انظروا ماذا صنعوا رجال اخوتي الكرام واحد اخوتي حاب يتكلم على المغرب وعلى رجال تاع المغرب اخوتي يلزمو ينظف فمو اخوتي يلزمو اخوتي يطهر فمو الله يلا نيشان خصو ينظف فمو هذه هضرة شو هادي في شي سوبر مارشي في اوروبا ولا لقات حلويات مغربيه كاسكه كتقول لهم هذا كاسكه كتقول لك الاسماء ديال الحلويات الهوكيه شوف اسمها نوعه من
بين الحلويات، حلويات كما راكم تشوفوا اكيد تعرفوها، الرزيمات نشوفو مشوك بالجلجلان. شمن مشوك بالجنجلان؟ هذاك راه حلويات مغربي. نتوما راه عندكم حلويات بوحدها، نتوما نزيد حتى واحد الحلويات حشومه تقول سميتهم كاع، داك اللي واحد الكلمه موراها بالكوك، المهم راكم عارفين. وحتى هذاك اللي كتقولوا له شي كلمه وكتقولوا له موراها الكوك، هذاك راه مغربي. مالكم الاخوان، ما كناش حنا معروفين بواحد الحلوه كبرنا بها كاع، هي كتكون حلوه وكتدار في الكمبيوتر وكيدار عليها الكوك. لكن هنا ثاني نشوفوا محطوطين، ولكن شوفوا تحت اي اسم يبيعوا فيه. حلويات جزائرية تحت اسم حلويات مغربية. والله العظيم شنو حلويات هكي زعزع اسم مغربي، وما كانت من تما ميد ان مروكو. حقيقه هادو حلويات مغربيه الاخوان. فين كاين الكركاع في الهوك اصلا؟ الكركاع راه ما كاينش في الهوك. فين هما المواد باش يصايبوا هاد الشيء؟ والله الا حلويات مغربيه بالله ستلعبوا. وين هذه تونس هذه؟ المغرب، المغرب دي ما كانش منها. واش المغرب ما كانش منها؟ اعطيني دليل بلي المغرب هذه. نعطيك دليل. المغربيين المغرب وقات لهم قال لهم الجوع وما عندهم لا بوبيل وعندهم تقولي لي شو شو كيقولوا لهم؟ كيقولوا ما عندنا لا بوبيل وعندنا المغرب. ها هو الدليل. ها وين راه؟ ها والله تقول راك في الاوروب. ما كانش منها، ما كانش منها، ما كانش منها يا اخوان. يا جماعه كذا المديني أول ما دخلتها ذكرتني في القاهرة، مع إني ولا مرة دخلت القاهرة، لكن خلص من الأفلام من الطفولة خلص حسيتها القاهرة مختلفة شوية عن بقية المدن اللي شفناهن هان في المغرب. وللأمان يا جماعة الانطباع الأول، مش الانطباع الأول، الانطباع الأول عن المغرب كان في رأسي إشي مختلف، وجيت على المغرب شفت إشي مختلف، بلد متقدم متطور إلى أبعد الحدود. تبارك الله، اللهم بارك، شاهد شاهد الإلياء. إخوان كيف ما كتشوفوا واحد الصفحة في على منصة اكس تويتر سابقا اللي كتدعي لانها صفحة ديال الكان، وحاطة خريطة المغرب ولكن مبصورة ماشي كاملة، محيدين من الصحراء. دابا في نظركم الاخوان هاد الصفحة هادي اصلا ديجا في الماضي شحال هادي كانت حطات كيف ما كتشوفوا 15/1/2023 كانت حطات واحد البوست بان الكان خرجت المنتخب المغربي، صافي لغات المنتخب المغربي. فاش الاخوان كنزيدو كنبحثو الاخوان كنلقاو بان هاد الصفحه هادي الاصل ديالها هوكي، وهي اللي كتدعي هاد الاخبار هادي وكتحط هاد الخريطه بهاد الشكل هذا. وغريب في الامر الاخوان فاش كندخلو السيت الخاص بالكان كنلقاو بانه كيعترف بالصحراء المغربيه وحاط المغرب في الخريطه اللي داير في السيت ديال الكان، حاطين خريطه المغرب كامله مكموله من طنجة للقويره وحاطين داكشي وهداك، وبالعكس كتعترف بالصحراء المغربيه. فكنشوفوا التخلويده اللي كيحاولوا له كيديروه الاخوان، وشو زايدين دايرين واحد البوست اخر بانكم كوار غادي تحيد التنظيم ديال كان 2025 من المغرب، غادي تعطى لايجيبت، تعطى لمصر. شي تخربيق الاخوان، وشي تواريش ديال الدراري الصغار، هادشي مفروش الاخوان. حنا كنعرفوا بان الكان عندها بزاف ديال الصفحات، ولكن هاد الصفحه بالذات ماشي ديال الكان. فاش كتبحث وكتقلب كتلقى بان الاصل ديال ديال الهوك جالسين تيحطوا الخريطه ديال المغرب مبطوره كذا. هادشي كله الاخوان كيحاولوا على انهم يخلقوا واحد النزاعات بين المغرب وبين الكان. الحمد لله العلاقات بخير، والكان كتعرف بالصحراء المغربيه، وفي السيت اوفيسيال ديالها حاطه خريطه المغرب كامله مكموله الحمد لله. والله الا هادشي كيضحك الاخوان بزاف. بالماضي غير خلطوا وقال لك المغرب هادي يوصلها فينا ولا يديها، راه بالماضي وقال فرعون بالماضي يقول علاش قلتها. هذيك هي الحقيقه لا لغة. احنا عندنا لعابة منفوخين كبروا وغادي يهلكونا غادي يقول لا صابوا المغاربه تما يخدموا، والمشكل هما اللي راهم شادين الملاعب. غادي يقول لك المغاربه هما اللي حفروا لنا الغاز.
حتى لوطيل لوطيل ممكن هذاك لوطيل اللي غادي نمشيو نعسو فيه راه يمكن فيه مغاربه ولا خدموا بنتورتو روينتو. اما يا خويا متفوقين علينا في هذا المجال انا نستعرف بهم خدموا بلادهم ويمشيو يخدموا على افريقيا ويجيبوا الفلوس من افريقيا بالشركات ديالهم نستعرف بهم. انت فنيان راكب في الدار وتقول لي وتقول لي وتقول لي كولا سوا مؤامره انت فنيان شاب ارقعد صاحبي من من من, 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 من غادي يخرج فيكم ديري يخرج فيكم طلوع انتوما ما تخدموش انتوما غير نتاع بلاطويات ونتاع نتاع مؤامره وكولا سوا ما عارفش انت يا بلا 75% ولا 80% من اليد العامله اللي راها في كوتيفوار مغربيه ما عارفها جيني تما للبلاطو تبقى قاعد كولاسة مؤامرة حسدوني داروا لي فرفروا لي راسي وهي ما كاين حتى حاجة. مغاربة ما شاء الله عليهم الله يزيدهم يا رب الله يزيدهم استاهلوا استاهلوا خدموا في أي مجال خدامي أنت راقد وتقول لي كولاسة مؤامرة ما كاش مكولاسة مؤامرة. المهم بالتوفيق لشقاء المغرب انا نقولها صراحه انا اللي نور حنا نتبعوا بالو حنا ما نتبعوش اشخاص ولا نتبعوا عباد انا نتبع كره كره في الواقع راهم فارضين شخصيتهم حنا فارضين شخصيتنا في المواقع وي انا المواقع لا. احنا في المواقع الصراحه احنا نمبر 1 في المواقع ولكن احنا الحقيقه في الواقع زيرو اخوان انا في انا زيرو بصح نتهموا عباد الله بالتصوير بشراء الماتشات بكل شيء انا زيرو انا تربي احنا غير واش هي احنا نبغوا نكذبوا نهار اللي كان الحجر وراوه ما كناش نقولوا هذا الكلام نهار اللي مشى الحجر وراوه والمغرب تمدد في افريقيا سياسيا اقتصاديا ورياضيا ولينا نهضروا العوجي نقولوا كولاسة مؤامرة ودارونا وفعلونا والبكا والشكا وحقرونا لا لا ما حقرنا حد ما والو حقرنا نفسنا بنفسنا وما حدك تبكي وتشكي وربي ما يعطيكش زيدوا القدام ربي راه ينجحكم الشي اللي كان هذا هو الواقع بقاوش تبكيو بقاوش تبكيو لعبوا كبير اللي وقع ما بين قويري وبالماضي يعني الصراحه نهضروها حقيقه يعني الواحد ما تدخلوش في الدماغ ديالو انسان كمل الماتش ديالو معارين وجاي يلعب نورمال وما كانوش قالوا حتى على الاصابه ديالو ولكن في اخر لحظه السيد يسمح في طرابوس لانه كاين مشكل هو كان باغي يلعب اساسي وقالوا له تقعد ثالث. المهم خلي هذا الجمل غادي نهضروا عليه نكملوا عليه لاكاف والاستفزازات ديال لاكاف والكولاسة والعوساسة ما داروش المنتخب ديالنا في الصفحة ديال لاكاف في الفيسبوك وراكو عارفين الأقاويل داك اللي غادي تطرطق المهم مشكلة في مشكلة خليو هذاك الجمل راقد عاود غادي نكمل نهضروا عليه. المنتخب المغربي تكرس الثاني في أغلى قيمة تسويقية ديال اللعابة ديالو لأنه شوف كاين نيجيريا الأولى والمغرب الزوج وكوت ديفوار الثالث وهذه حطتها لاكاف ما حطيناهاش حنايا يعني واحد ما يعني حنا يوتيوبرات ماشي أنا نهضر على الصحافة وتخربق ديالنا صحافة الزيكو ديالنا مسكينة تجري في المياه العاكرة لأنه باين المنتخب المغربي أغلى لأنه عنده لعابة مختلفين بزاف هو المنتخب النيجيري المنتخب النيجيري تو عنده مختلفين بزاف حنا مغير محرز وبالناصر اللي غاليين يعني ماشي الآخر يعني قيمة سوقية ديالهم صغيرة. دروك ندخلوا للمنتخب المغربي ندخلوا للمنتخب الوطني والفضيحه ديالو ديال غويري هما خرجوا بانه اصابه انا قريتها من واحد الجانب ماشي اصابه علاش لانه الانسان هذا جاي يلعب نورمال في اخر طرابوس كان حاضر كان يجري حنا شفناه في وسط في الملعب ديال سيدي موسى اخي موراها قال لك ما لعبش المقابله المحليه المقابله الوديه مع المنتخب الاوفان 3 كانت مقابله يعني شكليه غدوه ليه مدرب يلونسي عليها في الاخر كونفيرونس دو بريس يقول لك غادي نمشي ب 25 لاعب ايوا واللاعب هذا قال لك غادي يخرجوا غادي يقول لك بلي لعبت بليسه ومشى يعني هنا تبقى لك تاويلات وتقطع عليك افكار من تا غادي ب 25 لاعب يعني مشكله. اليوم عاود نسمعوا مين وصلوا للطوغو مشاكل يعني فضيحه تمشي في الحاويات المهم وشوف كارثه مور كارثه زاد مبولحي عاود مبولحي حتى هو اليوم قالك ما تدربش
ما مشاش كاع من الاوطيل لمنع التدريب هذا التدريب ديالها الصباح لانه قال لك مصاب بيدو ما عرفناش هذه الاصابه. سيد البارح كان يدرب نورمال مصاب، ولكن هذه الغلطه اللي دارها دارها مسيوب الماضي. علاش درتها مسيوب الماضي؟ نورمالمون انا ما نديش مبولحي. علاش؟ لانه مبولحي غادي يبغي يلعب اساسي، مبولحي ما يبغي داك التروازيام غارديان ودوزيام غارديان، فكر فيها مليح. ما نديش بلايلي باش ما نديرش مشكله مع كويري ومع عموره. انت درت مشكله مع كويري، كويري مشى، عموره قادر يصبر مسكين والله ما يلعب كاع ما يلعب في كاع ثلاثه ديال الماتش اربعه ديال الماتش عنده نورمال، انه هذاك الولد صابور. بصح الغلطه هذه هي الغلطه، دخلتوها في بعض سليماني غادي يكون عنده مشكل. هذا هو اللي ما عندكش ما دايش مجموعه، داي كيما نقولوا ما دايرش جروب. كيما نهضروا نيشا كيما المغرب، المغرب عندهم لي ديبرور يعني صغار، يعني داي الاولمبيين بزاف، وهذا الشباب يقدر يصبر له، يقدر يصبر له في التجمع الافريقي وما عليهش ويلعبوا نورمال، ولا دخلوا وعطاو ماشي مشكل الماتش جاي واخا يقعد في الاحتياط عنده نورمال. ولكن انت دايهم يعني داي كيما نقولوا شواكر، كاين لعابه تما يقول لك انا شيكور انا لعب اساسي، وهذه هي البروبليم اللي خلقنا المشكل. اخوان سلامكم، استخرجت الفيديو، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. بيس الله، تشالاو.